قالوا في الأمثال النسب إن صح يبقى أهلية، والمثل ده بيتقال لما الأصهر والنسايب بيكونوا مع بعض حبايب بكل احترام، وما يكونش بينهم خديعة ولا خيانة ولا نمام، تلاقيهم جنبك وقت الفرح والحزن بكل تقدير والتزام. بس ده لو صح بيبقى آخر انسجام، أما لو ما صحش فمشاكل كتيرة وكبيرة، ربنا ينجينا منها ويطلعنا منها بسلام وعجبي. قالوا في الأمثال أسرع من البر، والمثل ده بيتقال عند طلب السرعة من إنسان في شيء ما، بس من غير تهور ولا رعونة ولا إغماء. خليك أسرع من البر من غير تهور ولا غشومية، وفتح عينك وانت بتجري، لا تتكعبل او تتعطر يعني، انجز بكل سرعة وعقل وبكل مفهومية وعجبي. قالوا في الامثال اسرع من لمح البصر، وده زي المثل اللي بيقول اسرع من البر، بس المثل ده بعد انجاز العمل يتقال، ساعتها يحلو الكلام ويحلى المقال ويتقال الواد ده خلص الموضوع أسرع من لمح البصر. أكيد ده واد لماح وعنده ذكاء ومش متهور، وبيعمل الحاجة الصح من غير ما يقع ولا يتعور. لكن زمان قالوا في التأني السلامة وفي العجل الندامة وعجبي. قالوا في الأمثال النار ولا العار، والمثل ده بيتقال عندما يريد الإنسان المحافظة على شرفه حتى ولو كان مضطر إنه يقع في النار، ساعتها يقولك يا عم الوقوع في النار أفضل من الشنر والعار. وكمان بيتقال عند الوقوع في مشكلة ممكن الإنسان يضحي بنفسه في حلها من غير ما يفكر آخرتها إيه ولا محلها، يرمي نفسه في النار ولا يصيب العار وعجبي. قالوا في الأمثال الساهي تحت راسه دواهي، المثل ده بيتقال للإنسان اللي بيظهر عدم المعرفة والجهل وبيعمل نفسه عن اللي بيحصل حواليه ساهي، ده والعياذ بالله اتوقع منه كل الدواهي. وكمان بيتقال في حق اللي بيعمل عمايل سودة في الباطن ومتكتم عليها ومداري حواليها عشان محدش يكشفه ويعيره بيها، تلاقيه ساهي وكذب وملاوع، ومهما تفهمه عمره لك ما يطاوع، بين الناس عامل ساهي وبأخلاقه بيتباهي، ربنا يهديه ويسامحه وعجبي. قالوا في الأمثال أنجس من دير الفار، والمثل ده بيتقال في حالة المبالغة في وصف إنسان بأنه شديد الخبث والقذارة وأنه جبان، تلاقيه في كل ده يا شغال عمال على بطال، ماشي في طريق الغي والتيه والضلال، بينتهك في حرمات الله ويظلم خلق الله وعامل نفسه ابن حلال، بيغلط غلطات فظيعة زيه زي الأطفال. حاجات نستحي نقولها يا أخوانا يا محترمين يا متابعين يا ولاد الحلال وعجبي. قالوا في الأمثال الحزن يعلم البكة، والفرح يعلم الغنى، المثل ده بيتقال في الحس على عدم الإغراق في الأحزان وعدم الاندماج في الوجع والخروج بسرعة من دايرة الخذلان، وانتهز أي فرصة حلوة تفرح فيها مع الفرحان، تبعد عن الهم والنكد وعمرك ما تكون زعلان، افرح يا عم واستمتع بحياتك، ده ربك هو الحليم الكريم المنان وعجبي. قالوا في الأمثال إن ضربت فأوجع وإن أطعمت فأشبع، والمثل ده بيتقال في الحث على بلوغ الغاية في الأعمال اللي انت بتعملها،
اخلص فيها وخليها أحسن ما يكون، وخلي كلامك في كل الحالات موزون، وفي حالة التأديب إذا ضربت فأوجع، عشان الغلطان ما يرجعش للغلط تاني ويكون ندمان، ولما يحس بقوة العقاب عمره ما هيمشي تاني في سكة السراب. ولو أطعمت فأشبع وبلاش النص شبعة، زيها زي أنصاف الحلول، كأنك عزمت باشا أو بيه على طبق فول. وعجبي قالوا في الأمثال إحنا زي الشعير مأكولين مذمومين. المثل ده يقال لمن يعمل عملا ومفكر إنه هيتراضى بيه عليه، قوم الآية تنقلب وينقلب العمل ذم عليه، وخاصة لو بيعمل خير لحد قليل الأصل، ما بيقدرش قيمة المعروف والفصل. أهل زمان قالوا اعمل الخير والميه البحر، وأنا بقول اعمل الخير واطلب الأجر والثواب من رب العباد الكريم الجواد التواب. وعجبي قالوا في الأمثال اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه. المثل ده بيتقال للي مش بيرضى بالسهل اليسير، لغاية ما تديله ظروف تخليه يرضى بالصعب العسير. ساعتها مش بيكون حاسس بالنعمة اللي في ايديه، ولا الخير اللي ربنا ساقه اليه. تلاقيه يا ولداه مش راضي بقدر ربنا وتقديره ليه، ولا قانع باللي في ايديه واللي من بيه ربنا عليه. نقول له طيب شوف يا عم اخرة عدم رضاك ايه، اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه. وعجبي